الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان آخر ما تحدثنا عنه من منازل إياك نعبد وإياك نستعين من كتاب مدارج السالكين حديثنا عن منزلة اللحظ، وكنا قد تحدثنا عن الدرجة الأولى من درجات اللحظ. وتذكيرا بما مضى، اللحظ هو التفات القلب إلى المعرفة، وإن كان اللحظ يرتبط بعين البصر، ولكن علماء السلوك والتربية يجعلونه بعين البصيرة. ولذلك استشهد الهروي رحمه الله لمنزلة اللحظ بقوله جل وعلا: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وابن القيم يقول: وكأن مراد الشيخ أن موسى عليه السلام وكل القوة البشرية لا تطيق أن ترى الله جل وعلا في دنياها، وكأنه يقول انظر. لكن يستشكل على الشيخ استشهاده بهذه الآية، لأن اللحظ هنا كان بلحظ البصر، يعني نظر موسى عليه السلام بعين البصر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولم يبدو للجبل من نور جلال الله إلا بمقدار منخار ثور، كما قال بعض أهل التفسير: بمقدار أن تضع إبهامك على خنصرك الأيمن، شيء يسير جدا من نور الجلال. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالمهم هذا اللحظ يقول ابن القيم له سببان: السبب الأول هو ليس أن تملأ عينك بالمشاهدة، هذا ليس لحظ، هذا نظر، ولكن اللحظ أن تسترق النظر استرقاقا. وقوله أن يسترق يعني أن يسرق، الاستراق استراق البصر هو أن ينظر بطرف خفي، وهو لم يملأ عينه من المعرفة ذلك، أو لم تمتلئ عين بصيرته من المعرفة. السبب هو إجلاله لمن ينظر إليه. حتى في المشاهدات في الدنيا، فإنك إذا كنت تجل أحدا لا تستطيع أن تديم النظر فيه، كقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: لم أكن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه لما قدرت. ذلك لأن الإجلال يمنع من إملاء النظر في الشيء، ويجعلك إذا أردت أن تنظر إلى الشيء السبب الذي يجعلك تسترق. يا أخواننا، يسترق من السرقة، وهو الاختلاس، وهو اختلاس النظر، أن ينظر مختلسا. والسبب، وهذا بالنسبة للقلب في منزلة اللحظ، والسبب في استراق القلب لمعرفة الله إجلاله لله. أو السبب الثاني: الخوف من سطوته. إذا خفت من سطوة شيء فإنك لا تستطيع أن تملأ بصرك ولا نظرك في الشيء. وقد يكون الاستراق بمعنى الاسترقاق، هو أسر القلب وعبوديته. واللحظ لمح مسترق، لمح مسترق، مسترق مختلس، سارق يسارق الشيء مسارقة، أو لمح مسترق، مسترق يعني شنو؟ مملوك، وهو مملوك لربه جل وعلا. طيب، الهروي يقول: وهو في هذا الباب على ثلاث درجات. وأولى ملاحظات ابن القيم أن الهروي في كل المنازل يقول: وهي على ثلاث درجات، غير أنه أضاف كلمة قال: وهو في هذا الباب على ثلاث درجات. الإضافة في شنو؟ كلمة شنو؟ في هذا الباب. ولماذا أضافها؟ لأن اللحظ يرتبط إما بلحظ البصر وإما بلحظ البصيرة، ولحظ البصر غير مقصود في مقامات السلوك، إنما المقصود لحظ شنو؟ لحظ البصيرة. ولذلك حتى يفرق، ولو قال هو على ثلاث درجات لدخل فيها لحظ شنو؟ لحظ البصر. لذلك كان كلامه دقيقا، قال: ملاحظة الفضل سبقا. وهذا قلنا هذا تذكير بالمناسبة، لأننا نريد أن ننتهي في درسنا اليوم أو في هذه الليلة من منزلة اللحظ لندخل إلى منزلة الوقت. ومنزلة الوقت
من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. الوقت، الوقت الذي لا يقدره الكثير من الناس ويضيعونه سدى ويهدرونه عبثا ولا يقيمون له وزنا، لكن ملاحظة الفضل سبقا أن تعلم أن كل شيء عندك من الخير الذي عندك هو فضل محض من الله ليس لك فيه يد. كل خير وفضل عندك هو فضل من الله بمحض جوده وكرمه، لست ممن يملي عليه شيء، وليس في ملكه ولا خلقه من يملي عليه شيء. ولذلك يقول ابن القيم: السبق الإلهي محض جود وكرم. ولكن الفضل والسبق، نريد أن نقف عند هذه المعاني. كل خير أنت متلبس به إنما هو من ربك، ومن ربك ليس لأنك مستحق. فإذا مستحق، ما مستحق، أعطاك الله بمحض فضله وإحسانه. ملاحظة الفضل سبقا، سبقا أي الفضل الذي عندك الآن لأنه محض من الله وأنت لم تفعل شيء تستحقه مكتوب عليك قبل أن توجد، فأي فضل أي فعل منك استوجب هذا الفضل. الكلام ده واضح ولا واضح؟ عندك أولاد؟ عندك أولاد ولا ما عندك أولاد؟ أولاد عندك، الشدة فضل من الله، والدليل على أنه فضل من الله أنت ما قدمت طلب ولك تستاهل يدوك. في ناس الله ما تداون، يعني شنو كعبين يعني؟ والله يكوسوا في الذرية بالليل والنهار ويمشوا الدكاترة ويعملوا طفل أنابيب ويفشلوا. أنت الله داك قدمت شنو؟ لم وداك كيف؟ عشان ما تقول أنا قدمت، لما انكتب أنه حيكون عندك ذرية أنت كنت في عالم الذر والعدم، ما كنت موجود ذاته. أنت في اللوح المحفوظ منذ أن خلق الله السماوات والأرض قضى كل شيء، فكل شيء من الله فضل بغير استحقاق منا ولا نستأهله، يعني نحن لسنا له بأهل. والدليل على ذلك أنه فضل بسبق، أن فضله سابق. الكلام ده والله كلام مقنع شديد، والله ده إيمان. عندك شروط أي حاجة، عندك، عندك عربية، عندك مرأة، عندك ذرية، عندك شهادات، عندك منصب، عندك قروش، عندك وجاهة، عندك علم، عندك شنو؟ ولو قلت ما عندي حاجة، خلقك الله في أحسن تقويم، عيونك بتشوف وإذنك بتسمع، ولو جابك أعمى بيعوضك بحاجات تانية، وهكذا. يعني كل شيء منه بفضل، بفضل منه سبحانه ومسبوق. قال ياخذ كلام ثقيل، قال ملاحظة الفضل سبقا، يعني أهم ملاحظة تعالى بقلبك ما بالعين يا أخوانا، ملاحظة الفضل سبقا. دي بعملوا لك كيف؟ لو عينك ما شافت تمشي ناس البصر يصلح لك عيونك ويدوك عدسة عشان تلحظ الفضل سبقا. هذا بالقلب بلحظ البصيرة وليس بلحظ البصر. فهنا قوله ملاحظة الفضل سبقا ماذا تفعل؟ قال وهي تقطع طريق السؤال، وهذه مشكلة، وهذه مشكلة تقطع طريق السؤال. الظاهر من كلام الهروي طالما أن كل شيء مكتوب وأن الفضل لن تستحقه أنت وليس بقوتك ولا طاقتك وقدرتك ولا بتدبير منك وحسن تصرف، إنما هو محض فضل من الله مسبوق، لماذا نسأله أن يعطينا؟ فكأن الهروي يريد يقول السؤال والدعاء لا ينفع. وهنا كعادته نزل العلامة ابن القيم إلى ساحة الهروي وبدأ يفند ويفصل في هذا الكلام. يقول الهروي يقصد، وهذا من أدب ابن القيم، وهذا من أدب ابن القيم. إخواننا إذا سمعت قيل يحتمل التأويل فاحمله خير محمل فعل الرجال الكمل. لما تسمع كلام حمال أوجه ما تقول الزود ده قاصد كده وتوديها للكعب وتشن عليه حملة. للأسف الشديد الآن في حملات ثقيلة جدا من الشباب الذين يدرسون عند شيوخ، وبعض الشباب يدرس عند شيخ معين لا يرى غير شيخه في الدنيا، يقدح في الشيوخ الآخرين ويطعن فيهم ويقلل من شأنهم. يا إخواننا أنا دا أعرف ديل شيوخ ولا هلال ومريخ؟ الشغلة دين ولا كورة؟ دين؟ الدين فيه شيخ يحسن من شيخك؟ موديلات عرباتي؟ شيخ يحسن من شيخك؟ ده ما لقى نظرته. أنت شيخك منه؟ والله شيخي فلان. معصوم؟ ما معصوم. طيب شو؟ وبقيت الشيوخ ماله؟ قد يكون أعلم،
لكن لا تباهي به ولا تفاخر به. وقناعتك بشيخك لا يعني أن غيره لا قيمة له. شيخك قد يكون بارع في مجال تمسك في مجالات أخرى تجده ليس له فيها باع، وبالتالي لابد أن نحسن التأدب. والله ابن القيم ده أنا لا أريدكم أن تقفوا فقط مع ألفاظ المدارج، أريدكم أن تقفوا مع روح المدارج. حتى من اللطائف أن محمد حامد الفقي رحمه الله هو من أئمة السلفية في العصر القريب. حامد الفقي رحمه الله في مصر هو مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر، وكان صاحب الهدي النبوي، هو الذي حقق كتاب مدارج السالكين. ابن القيم يلتمس العذر للهروي. محمد حامد الفقي تحت يقول له ما بتقدر الكلام ده بيحتمل وجه واحد، ما تحاول تفتش ليه لمخرج. شوف الكلام ده كيف، يعني الهروي يقول كلام حمال أوجه زي الكلام ده، أن ملاحظة الفضل سبقا تقطع طريق شنو السؤال. ابن القيم يقول هو قاصد، شوف الكلام بتاع ابن القيم، قال قاصد يقصد بذلك أنك إذا دعوت الله المقصود من دعاء الله أولا التذلل والعبودية لله، أعطاك أو لم يعطك. أنا لما تكون عندي حاجة أسأل الله، والسؤال نافع والدعاء مفيد، ولكن أهم معنى أحققه لو لم يحصل ما أريد فقد عبدت الله بأحب العبوديات إليه وهي عبودية التذلل. حامد الفقي يحتج يقول يا أخي الكلام ده واضح، ما تسأل معناه ما تسأل، أنت كيف تقول كده؟ فاستغربت بين روح ابن القيم وبين روح من؟ روح حامد الفقي. لكني التمست العذرة للشيخ حامد، وهو من مشايخنا الأجلاء رحمه الله، التمست له العذرة لأنه عاش في جو معكر بالقبورية والوثنية والبدع والخرافات والخزعبلات، وكان من الذين انبروا وتصدوا لهذا التيار في عصره. لكن ابن القيم فيه روح الأخوة الإسلامية مع الآخرين التي غابت. والآن جموع الشباب في غياب الشيوخ يتبادلون الاتهامات، شباب يقولون هؤلاء مرجئة وهم لا يعرفون معنى الإرجاء، وآخرون يردون عليهم يقولون أنتم تكفيريون أنتم خوارج. وبين تبادل الاتهامات تضيع أخلاق السلف وتضيع القيم الحية. ولو درس هؤلاء المدارج ورأوا روح ابن القيم في التعامل مع مخالفيه أنه يريد لهم أن ينجوا ولا يريد أن يهلكهم لعرفوا قيمة أخلاق السلف وقيمة التأدب بأدب السلف. والله يا أخواننا يعني حديث ابن القيم رحمه الله في التماسه للأعذار هو قول الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا وسألت الله أن يجري الحق على لسانه هو لأذعن أنا له، لأن الحق لو جرى على لساني ربما فتنته بأنه يأبى أن يخضع للحق الذي جرى على لساني فيهلك برد الحق. فرق ولا ما فرق يا أخي؟ ناس عندهم علم يقول لك اختلفت مع زول، اتمنى إنه هو اللي يجيب الأدلة وأنا أكون خطأ عشان أنا أرجع. ويقول يونس ابن عبيد الصدفي رحمه الله قال: والله ما رأيت أعقل من هذا الشافعي. قال: تناظرنا في مسألة طويلة، فلما أردنا أن نفترق أخذ بيدي قال: أيمنعك هذا أن تكون أخا لي وأكون أخا لك؟ قال: فكان رجلا عاقلا. قال لي: يا أخي اسمع، نحن أخوان اختلفنا ولكننا إخوان. فبالتالي أقول التمس له ابن القيم العذر، الهروي استدرك، قال: يقطع طريق السؤال إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها. وهنا يقول ابن القيم: لا، يخطئ الهروي ولكنه بأدب. يا إخواننا إيصال المعلومة للمخطئ بأدب أمر طيب. فرق في العبارة، لما تقول لي زول أنت غلطان وجاهد ومك فاهم ومستلبط في العلم بدون وجه حق، وبين تقول له والله الموضوع ده كأنه العلماء قالوا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، توريه الحق، فرق ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ واحد قاعد موظف بتاع استقبال يجي وزول يقول له الناس دي مجتمعين وما في طريقة، تعال مرة تانية درد، واحد يقول له أجلس هنا
لحد ما الاجتماع ينتهي. هاي خد اوراقي وخلاص قنب امشي قنب لحد ما ندخلك. وزول يقول لك موضوعك شنو؟ ممكن ينتظر شوية؟ ولو مستعجل ممكن تجينا بكرة؟ فرق ولا ما فرق؟ ها؟ يا فرق كبير يا أخي، فرق كبير. لكن ده عادي يجيبوه من الأسلوب ده، يعني يجيبوه من ساعة قشرة ولا يشتروه من البقالات والأسواق؟ لا يجيبون واحد يلقاك في محلة يقول لك جابك هنا شنو؟ أدخلك في المحلة ده شنو؟ أنت ما عارف جيب خاشي في مكتب وما عارف بوين، يقول لك أجابك هنا شنو؟ يا أخي والله أنا داير ناس الحسابات، تقول ناس الحسابات هناك يا أخي، أنت عميان ولا شنو؟ واحد يلقاك في محلة ما محلتك، يقول لك ممكن أقدم لك مساعدة؟ ممكن أقدم لك مساعدة؟ فرق ولا ما فرق؟ تقول لي يا أخي ناس الحسابات دي وين؟ يقول لك بي جاي. حد يتعلموا وين ده؟ بس أنا داير الناس، داير أعرف هذا أين يتعلم؟ أين نتعلمه؟ فبالتالي يرد ابن القيم عليه ويقول: أولا ينبغي أن نعرف أن الدعاء مطلوب ولو لغير حاجة، وأنه في الحاجة ينفع. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله: واسأل الله من فضله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، وإلى غير ذلك. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا ييأسوا من أمر الدعاء، أمرهم أن يسألوا الله كل شيء حتى شسع النعل، أن يسأل الله كل شيء حتى شسع النعل، فإن لم ييسره الله فإنه لا يتيسر. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل من فضله، وما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. والله فعلا لو قلت لله: يا الله العفو والعافية، هذا دعاء جامع. طيب، سأضيف إضافة هنا هي قريبة من كلام ابن القيم. أسمع الكلام ده: إذا أراد الله أن يعطيك شيء ألهمك الدعاء وأجراه على لسانك ليكون سببا في العطية التي منه إليك. رأي في الكلام ده شنو؟ هذا استنباط من جملة كلام ابن القيم والهروي. قال: شوف ابن القيم، أصلا ينبغي أن يسأل الله لأنه لا يملك غيره. ورينا عنده منه عشان نسأل. ورينا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، ويا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وهكذا. كما يقول تعالى في حديث أبي ذر الغفاري في صحيح مسلم. طيب، إذن نحن نرفع إليه حوائجنا وفي كل الأحوال لا نضام. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: تذاكرت جماع الخير فإذا الخير كثير صيام وكثير صلاة وهي في يد الله تعالى، وأنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. إخوانا، هذا كلام راقي. أنت جماع الخير شنو؟ أصلي وأصوم وأذكر القرآن وأقرأ القرآن وأكثر من ذكر الله وأحفظ كلامه وأصل رحمي وأبر وأحسن وأفعل الخير وأحج البيت الحرام وأعتمر وأكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى وأحسن تربية أبنائي، هذا جماع الخير. لن توفق لذلك إلا إذا أعانك هو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجماع الخير في الدعاء هذا والله صحيح. لكن أقول هنا شيء مهم: الدعاء فيه أدب، وسوف أجيب على مسألة يكثر الحديث عنها في مجتمعاتنا، وهي أن تهب ثواب قراءة القرآن للأموات. تقرأ القرآن وتقول: أهب الميت بينك وبينه الدعاء. فلو أنك فعلت فعلا، لم ينص الشارع أو لم ينص في الشارع على أنه من الأعمال التي يجوز أن توهب، يكون ذلك نوع اعتداء منك. ليه اعتداء؟ أنت تقرأ وتقول لالله أديه الشداء حقك، الله قبله، ولكن أنت الله قبله، خلي له قبله ما قبله. لكن الدعاء فيه أدب،
بتقول له يا الله ارحمه، دار يرحمه بيرحمه، ما دار يرحمه خلاص انت عملت العبد. فالميت ينفعه السؤال لانه فيه ادب، انت بادب بتقول له يا الله العبد عبدك ارحمه. الشده عند الله الرحمه منك زول حقت ربنا بيرحمه لو دار يرحمه، ولو ما دار يرحمه ما حيرحمه، لكن انت عملت عليه تجاه الميت. لكن تعمل حاجه وتقول له يا الله هكذا دي، ده فيه ادب حسه. الادب يا اخواننا الدعاء ولا وهب الثواب؟ الدعاء أيوة. الحج جائز لأن الشرع نص عليه، والعمرة جائزة لأنها نص عليها، والصوم الفرض جائز لأن الشارع نص عليها، والتصدق بالمال جائز لأن الشارع نص عليها. هذه أمور نص عليها، بقية تبقى القاعدة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. طيب، وأنا ما كنت أود أن أقف عند هذه المسألة، أردت المعنى الإيماني والتربوي وليس المعنى الفقهي. يعني في مناقشتي لهذه المسألة أردت المعنى الإيماني في أن الدعاء تذلل وطلب، أما الهبة كأنك امتلكت هذا وكأنك ضمنت ثم شنو ثم أعطيت، وكأن فيها أمر وليس طلب. يعني زي بتأمر الله تقول له حق كده أدي لي فلان، كأنه فيها أمر، لكن الدعاء فيه شنو؟ فيه طلب، وهذا الذي قصدته. طيب، يقول ابن القيم، شوف الكلام اللطيف ده، قال: وفي مقام الدعاء غلط طائفتان، طائفة ظنت أن القدر السابق يجعل الدعاء عديم الفائدة، صح؟ يقول لك أي حاجة مكتوبة أي، طيب نسأل ليه؟ كان مكتوب أنه بيجينا، كان سألنا ولا ما سألنا بيجينا؟ ما بنسأله برضو بيجينا، وكان مكتوب ما يجي قدر ما نسأل شنو؟ أه؟ ما حيجي. إذا لماذا الدعاء؟ والرد بسيط، ابن القيم عنده رد، ورد ابن القيم لطيف، يقول: نسوا أن الله يقدر أنه يعطي، ولكنه يقدر بأسباب، والدعاء من الأسباب، فإن الله قد يعطي بغير سبب. أنا ما أسأله أقول اديني اديني، هاي كثير ما سألناه، كل الحاجات عندنا دي الخير ما سألناه، لكن ادانا فضل منه لأنه كان مقدره. ولكن هنالك أشياء يقدرها لنا مرتبطة بأسبابها، ومن أسبابها الدعاء. كلام وجيه ولا ما وجيه؟ بمعنى شنو؟ أنا عندي ملاريا، أسأل الله كاتب لي حشفة حشفة، كان ما أخذت ولا حبة حشفة، لكن الله كاتب لي تجيني ملاريا، وكاتب لي ذاته إنه الملاريا دي حبة منها كويس، حمشي الدكتور الفلاني وحيديني كذا كذا كذا. وردي إضافة إلى قول ابن القيم، أرد على هذا، أقول له: إذا قلت بأن الشيء المقدر لا يفيد معه الدعاء، كيف تعرف هذا المقدر؟ كيف تعرفه؟ يعني مثلا زول عقيم، لو قال اصلا كان الله كاتب لي ألد بلد بدون دعاء، يعرف كيف ان الله كاتب له يلد؟ يعرف كيف دي؟ هي عنه شنو؟ محجوبة. ولو الله كاتب لي ما ألد حدعب الليل والنهار وما حلد، لكن انت وريني الله كاتب لك تلد ولا ما تلد، حدد لي يا ترى مكتوب لك، ما هي الاثنين، انت ما عارف نياتها صح؟ يا اخوانا الكلام ده واضح ولا واضح؟ انت ما عارف ده ولا ده، عرفت يا تو كيف؟ كده وريني نياتها فوق، ما عارف، اذا ما عارف اشتغل دعاء لحد ما تعرف، واشتغل اسباب، امشي الدكتور وقابل واعمل فحوصات واعمل واعمل وهكذا. فبالتالي طيب، هذا رد. الطائفه الثانيه التي غلطت ظنت ان كل شيء يحصل بنفس الدعاء والطلب، وأنه موجب لحصوله كأنه سبب مستقل، وربما شاهد أن السبب منه، وهذا لا شك محجوب. قال الطائفة الأولى: محجوبة عن رؤية حكمة الله في الأسباب ونصب الأسباب لإقامة العبودية. والله ألفاظ ابن القيم جميلة يا أخي، ألفاظ ابن القيم منتقى، غفل وحجب عن حكمة الله تعالى في الأسباب، وأن الله نصب الأسباب وأقامها للعبودية، يعني بأن الله نصب الأسباب لإقامة العبودية، صحيح ولا ما صحيح؟ وفي النهاية لن يخسر أحد بدعاء الله شيئا، ولكنك ستخسر كثيرا بدعاء المخلوق العاجز الفقير. طيب، الطائفة الثانية محجوبة عن رؤية منة الله وفضله وتفرده بالربوبية والتدبير والتصريف، وأنه لا يتحرك شيء في هذا الكون إلا بإذنه، وأن دعاؤك لا يؤثر إذا لم يستجب هو سبحانه وتعالى. يا سلام يا أخي، يا سلام، ده كلام لطيف جدا.
طيب ابن القيم يلتمس ويخرج كلام الهاوي. أنا إخواننا في المدارك ده من الأشاعرة تعجبني فيه لما يختلف ابن القيم مع الهروي بيحس باختلاف بتاع علماء. اختلاف العلماء اللي عندهم خوف من الله بيجيب ثمرة. بيجيب ثمرة كيف؟ زي مثال يعني مني، زي لما تجيب لك حجر وتعايل الثمر فوق في الشجرة وتطقها، الحجر إذا ضرب الثمر في أصل الشجر حينزل شنو؟ حينزل الثمر. فابن القيم يقول الهروي لا يريد أن يمنع الدعاء بالكلية، ولكن الهروي يقول أنك إذا دعوت ينبغي ألا تعتقد أن دعاءك هو الذي يؤثر كسبب مستقل، إنما الدعاء سبب من الأسباب التي تقع بها الأشياء بإذنه ومشيئته سبحانه. الأمر الثاني، من لاحظ بقلبه، ما مش بقلبه، حتى ابن القيم لطيف، من لاحظ بعين قلبه، من لاحظ بشنو؟ بعين شنو؟ بعين قلبه ما سبق له من جزيل عطاء الله وعظيم فضله من غير معاوضة، والله من غير معاوضة. انت ما عملت لله حاجة والله قام اداك، عشان انت عملت له حاجة قام اداك انت عندك ده، والله من غير معاوضة اشهد بذلك، من غير معاوضة ولا سبب من العبد اصلا. عندها اشتغل العبد بملاحظة بهذه الملاحظة عن سؤال الله، ليس لأنه يعتقد أن الدعاء لا ينفع، لكنه بقلبه مشغول بهذه العظمة وبهذا الجلال وبهذا الجود وبهذا الكرم، حتى صار فكره كله في جود الله وبعظمة الله، فلم يكن له وقت ليسأل الله. هذا معنى بعض معنى الحديث القدسي الذي رواه البخاري معلقة، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والله فعلا شيء عجيب. طيب يقول، وده كلام لطيف، وهذا ليس دائما، فليس هذا له مقاما، ما طوالي، إنما هو حالة بيكون لما يكون مع ربنا ومندمج وفي التفكير ما بيكون عنده وقت يسأل الله، لأن حاله لا يتسع للأمرين، وإن كان الكمل يتسع حالهم للأمرين. الكمل يتسع حالهم لشنو؟ إخوانا أنتم مبسوطين من الكلام ده كده زي ما أنا مبسوط؟ أنتم حاسس أن أنا فاهمه، وإن شاء الله أكون فاهمه زي ما هو. يقول لا يتسع لحالين فقط عند هذه اللحظة، لكن بعد ما ينتهي من هذا الحال يسأل الله ويرجع إلى ما كان عليه من السؤال والتذلل لله جل وعلا. قال وينبت السرور إلا ما يشوبه من حذر المكر. ما الذي ينبت السرور؟ ملاحظة الفضل سبقا، ملاحظة الفضل سبقا، يعني إذا لاحظت فضل الله عليك وأنه سابق لوجودك وأن الله قدره عليك وأنت في العدم، هذا ينبت السرور. سرور بماذا؟ والله يا إخوانا ابن القيم ده لطيف يا أخي، ابن القيم ده لطيف جدا. بمناسبة ابن القيم يتكلم كلام الذي ذاق طعم الذي يقول، نحن بننظر، أنا حسب بننظر كويس، لكن ابن القيم قالوا ما بننظره يا أخي. ابن القيم قال كان إذا دخل مكة لا يرى إلا ساجدا أو طائفا، في ترجمته وقيل ربما تحير أهل مكة، أهل مكة من كثرة طوافه بالبيت ومن كثرة تألهه ومن كثرة عبادته ولهج لسانه بذكر ربه جل وعلا. فكذا بقول الكلام الرفيع ده. طيب ودائما أقول لا يعرف المدارج إلا من درج، لا يعرف المدارج إلا من شنو؟ من درج. أنت يقول لك اللحظ الاستقامة التوكل، تكون عايش التوكل ده ما تقرأه قراية، تكون عارفه لأنك عايش التوكل حقيقة وبمقدارك أن تمارسه وأن تنزله على أرض واقعك. طيب قال وسرور العبد بأمرين أو يسر بشيئين، يسر بربه بأن ربه رب عظيم وأن إلهه إله جليل، يعطي بغير معاوضة. قل أفغير الله أتخذ وليا وفاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم جل وعلا،
وفرحه بأنه صار عبدا لهذا الرب العظيم وبأن الله قبله أن يكون عبدا له. يا أخي الله كان رضا أنت تكون عبد له، والله تكون فزت فوز عظيم. والله نسأل الله يقبلنا ويجعلنا وأن يتخذنا عبيدا له. طيب، لكن أود أن أقول لكم شيء من أسمائه تعالى العزيز، والعزيز عزيز لكثرة عبيده، وفي عبيده الملائكة والأنبياء والرسل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذن هذا العزيز ليكن شعارك دائما أنك عبد العزيز. إياك أن تكون عبدا لذليل، وإياك أن تكون عبدا لعبيد. ما تبقى عبد العبيد، كن عبد من؟ عبد العزيز. لكن هل نستطيع في واقعنا أن نكون عبيدا للعزيز؟ هل تستطيع أن تكون عبدا للعزيز وأنت تتملق مديرك؟ هل تستطيع أن تكون عبدا للعزيز وأنت تقدم الرشوة؟ هل تستطيع أن تكون عبدا للعزيز وأنت تلهث خلف المال وفي سبيله تذل؟ ليس للعزيز، إنما لمن؟ للعبد الذليل. تريد أن تكون عبد العزيز؟ يا أخي والله من كان عبدا للعزيز عزة، من كان عبدا لمن؟ للعزيز عزة. والله ده العز، العز إنك تكون عبد العزيز. لكن لو بقيت عبد أي حاجة تانية ما بتنفع ولا تمشي لقدام. حتى ولو كنت عبدا للمسيح، مش عبد المسيح ولا ما في؟ لاقك ولا ما لاقك؟ أنا أقول لكم بخشمي، عبد المسيح ذليل، وعبد الرسول ذليل، وعبد النبي ذليل، لأنه عبد للعبيد. العزيز عبد من؟ عبد العزيز. العزيز من كان عبدا للعزيز. لكن أي حاجة تعبد من غير الله ذل. قال ابن القيم من أعظم مقامات الإيمان الفرح بالله والسرور به، ويفرح العبد أنه عبد لله. أي والله مما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. طيب، قال إلا ما يشوبه من حذر المكر. هذا كلام مهم. قال الفرح بالله له آفتان. الآفة الأولى أنك قد تفرح بالله فتنسى عيوب نفسك وتنسى نقصك وتنسى آفاتك وتنسى سوءك، وهذا هو عين المكر. يا سلام، المكر ما المكر؟ مكر الله بالعبد أن يغيب عن العبد شهود أولية الله في كل شيء، وشهود أن كل شيء وأن النعمة من الله. فمن اشتغل بالنعمة ونسبها إلى نفسه، أو غفل ونسي أن يشكر المنعم الأول المتفضل به عليها، كان ممكورا به. قال ابن القيم والهلاك أقرب إليه من يده إلى فمه. والهلاك أن يكلك الله إلى نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك. والله تهلك. عشان كده قال ابن القيم، شوف كلامه اللطيف ده، ولله كم من مسترد منهما وهب. ناس الله اداهم وقلع منهم، لا يقول ما لقك، لا يقول ما لقك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. وناس برضو كانوا مقرشين بيقوا شنو؟ مفلسين. وناس كانوا غنيانين من الأغنياء فصاروا من شنو؟ من الفقراء. لكن شو القيم قال؟ وكم من مسترد منهما وهب عزة وحكمة وربما لطفا ورحمة. وربما شنو؟ يعني ممكن يستدير منك قوة بس لحكمة يعلمها، وممكن يسترد منك لخيرك. يا السلام، إخي ده كلام، ده كلام كلام تقيل. إذن يقول ابن القيم الآفة الأولى من آفات الفرح بالله
إما أنه ينسيك نفسك أو ينسيك ربك المنعم، فتشتغل بالنعمة أكثر من شغلك بالمنعم. ده فيه ولا ما فيه أخوانا؟ الله اداك أولاد نعمة، تلقى شغال بأولاده كثير لحد ما يعطي أولاده من الوقت ما لا يعطي لله. اتزوج، الله اداك مرة طيبة وفاضلة ومرة كويسة، كويس؟ اشتغل بها أكثر من شنو؟ اشتغاله بالله. وهذا كثير، كثير من الناس الآن تركوا المنعم وعظموا النعمة. قال ابن القيم كلام جامع في هذا: ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ فلا ينبغي له أن يفارقه الحذر من المكر. كلام ده صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. فإن الأنبياء كانوا يقولون ذلك ويخافون: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أدب. ولا أخاف ما تشركون به، إبراهيم عليه السلام يقول: إلا أن يشاء ربي خوف المكر. ولا أخاف ما تشركون به، قال: إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تذكرون. طيب نختم هذا المبحث. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير، الله يا أخي كلام، والله كلام في المليان، يقول: لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه في اليسار، قلبك ده طلعوه ودوك له وخطيته في يدك الشمال، مسكته كده، وأعطيت الخير والهداية بيد اليمين، ما كنت لأستطيع أن أدخل من الهداية والخير في قلبي شيئا إلا أن يشاءه ربي. الكلام ما زال عن الدرجة الأولى من درجات اللحظ، ملاحظة الفضل سبقا، حتى يقطع طريق السؤال إلا ما استلزمته الربوبية من ذل العبودية، وينبت شنو؟ السرورة إلا ما يشوب من حذر المكر. يقول: ويبعث على الشكر. هذا صحيح، من لاحظ بقلبه وبعين فؤاده أن كل الفضل من الله سبق بعث هذا على شنو؟ قال: ويبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة. يا السلام. بمعنى الذي استنبطته أن عندك حد من الشكر، ولكنك لن تستطيع أن توصل الشكر إلى منتهاه. فزول بيقدر يشكر ربنا لحد الآخر؟ لو أنك شكرت بالليل والنهار وتقطعت عابدا لله إربا إربا لما وفيت نعمة واحدة من النعم، فكيف ونعمه لا تحصى ولا تعد. هذا معنى الكلام. معنى الكلام: إذا لاحظت بعين قلبك وببصيرتك المتقدة فضل الله عليك، وأن هذا الفضل بغير معاوضة منك وبغير استحقاق ولا تأهل، بل هو فضل سابق لوجودك، عندها سوف تجتهد في الشكر، ولكنك عليك أن تشكر بالقدر الذي تستطيعه، ولكن ليس هو الشكر الذي يريده الله أو كما ينبغي أن يكون لله وهو أهل له سبحانه وتعالى. السلام. يا السلام يا أخي، يا أخي ده كلام رفيع. لذلك يقول ابن القيم: لا يشكر الله إلا نفسه، يعني لا يستطيع أحد أن يشكر الله. إذا كان داود عليه السلام قال لله عز وجل: يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك تستوجب شكرا آخر، قال: الآن شكرتني يا داود. وقد وصف الله عباده بالشكر، ووصف نفسه بالشكر، وصف إبراهيم بأنه شاكرا لأنعمه، ووصف نفسه بأن الله شاكر عليم، ووصف عباده بالشكور كنوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه شكور. وشكور لماذا؟ لأن ربك يحب الشكر، وكذلك يشكر لعباده بفعل الطاعات، فجعل لهم مثوى وجنة ومآلا ومآبا لأنه يشكرهم تفضلا منه، ليس لأنهم استوجبوا الجنة. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. طيب قال موسى عليه السلام، يا السلام ده كلام رفيع رفيع جد، يعني هل لا ساويت بين عبادك؟ موسى قال لي: الله انت ما تخلي العباد كله شنو؟ مساوين. قال: إني أحب أن أشكر يا موسى.
الناس كلها لو كانوا غنيانين انت تشوف نفسك عندك ميزة صح؟ لكن لو انت غنيان وشفت الناس ما غنيان بتعمل شنو؟ بتشكر. يخدأ ده كلام متين، ده كلام متين. قال هلا سويت بين عبادك يا ربي؟ قال إني أحب أن أشكر يا موسى. هذا معنى إلا ما قام به من حق الصفة. الدرجة الثانية من درجات، من درجة شنو يا أخوانا؟ الله، ملاحظة نور الكشف، وهي تسبل لباس التولي وتذيق طعم التجلي وتعصم من عوار التسلي. كلام جميل. طيب معناه ملاحظة نور الكشف. الملاحظة الأولى ما سبق بنور العلم، يعني أنت بنور العلم تنظر إلى ما سبق من نعم الله عليك، وهذا معنى نور الكشف. يقول ابن القيم شنو؟ يقول نور الكشف نور تجلي معاني الأسماء والصفات في القلب. والله ده كلام أظن ده سريح تجيل يا إخواننا. لكل اسم من أسماء الله معنى عظيم، ولعلي بإذن الله تعالى أقيم سلسلة دروس في شرح الأسماء والصفات، كعبد العزيز وعبد الوهاب وعبد الرزاق وعبد الرؤوف وعبد الرحيم، يا سلام يا أخي، وعبد القيوم، إما بعد المدارج وإما مع المدارج، ما في بأس، ممكن، بس إن شاء ربنا يسخرنا لهذا العمل الجليل، أن نعرف الله حق معرفة، أن نعرف الله حق المعرفة. قال ابن القيم نور تجلي معاني الأسماء الحسنى على القلب، وهي التي تضيء ظلمة القلب ويرتفع بعد ذلك الحجاب فيكشف، فتكشف الحقائق للقلب وتكشف المعاني للقلب حقائق. العزيز لما نتمكن جوا، انت اي حاجة بتعملها بتكون خاتي انك انت عبد العزيز، لكن في زول انذل في اي حاجة تقول العزيز كيف؟ يقول لك العزيز الله، ما اعرفه بس، لكن ما تجلت في قلبه فكشفت الظلمة وارتفعت الحجب. لذلك يقول ابن القيم استيلاء سلطان المعرفة على القلب بمحو الشهود. بمحو الشهود يعني شنو؟ بمحو أن تشهد غير الله، ترى أن الله هو شنو؟ الفاعل حقيقة، الرازق، المعطي، المانع، المعز، المذل، الوهاب، الملك، المدبر، المصرف، الذي كل شيء بمشيئته وأمره وسلطانه وقهره وربوبيته وعظمته وجلاله وسلطانه. ده كلام رفيع. فبالتالي يقول ألا ترى أن الشمس إذا طلعت انطمست الكواكب؟ قال والكواكب عند طلوع الشمس لا تتحول من أماكنها، إنما تكون في أماكنها، ولكن ضوء الشمس غلاب فلا يرى إلا ضوء الشمس. وكذلك إذا تجلت معاني الأسماء والصفات على القلب غطى على كل شيء. قال هذا معنى الكشف. أما إذا قصد بالكشف أن بعض الناس يرى الله بأم عينه فهذا إلحاد وزندقة وضلال وكفر، لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. طيب هذا معنى ملاحظة الكشف. وهي تسبل لباس التولي، من استولت هذه الأسماء والصفات على قلبه معرفة لله حقا أسبل عليه لباس أنه يتولى الله ويتولى عن غير الله. الكلام ده معقول ولا معقول؟ يتولى الله يعني شنو؟ يواليه، ويتولى عن غير الله يعني شنو؟ يعرض عنهم. مش في حاجة اسمها التولي يوم الزحف؟ فالتولي بمعنى المناصرة وبمعنى الفرار. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يتولاهم يعني يرعاهم وينصرهم. فمن لاحظ نور الكشف أسبل عليه لباس التولي الله والتولي عن غير الله، وتذيق طعم التجلي. والتجلي ليس بتجلي الذات، إنما بتجلي شنو؟ تجلي المعاني،
باستيلاء سلطان المعرفة على القلب، وتعصم من عوار التسلي، والعوار العيب، والتسلي السلو بغير الله والغفلة، السلو بالشيء، سلو الشيء الغفلة عنه وعن ذكره. فمن لاحظ عظمة الله بقلبه عصم من عيب الغفلة عن ذكر الله ومحبته والإقبال عليه سبحانه وتعالى. الكلام ده إخواننا في مكان ولا ما مكانه؟ عدل ولا ما عدل الكلام ده؟ عدل ولا ما عدل؟ طيب، تبقى المنزلة أو الدرجة الثالثة من درجات اللحظ، ملاحظة عين الجمع. ملاحظة عين الجمع، الكلام بعدين لما نقبل الناس ما راكب عدله، الزول مما تشوفه شارد ونعسان معناه الكلام ما فهمه، ما واقع له. عين الجمع معناها هنالك تفرق، يقول ابن القيم: والتفرق هنا التفرق في أودية الإرادات وشعاب الأحوال والمقامات. تشعب الإرادات، أنا داير الله، لكن في حاجة تجذبني، التلفزيون والأصحاب والكورة والمجتمع والمال والرشوة والأمور الكثيرة، كويس، والربا وأشياء كثيرة جدا تفرقني. أنا أريد أن أكون مع الله وأجتهد، لكنني في ثنايا الممارسة الحياتية المعاشية اليومية أجد نفسي ضعيفا أمام كثير من المغريات، فأفقد تماسكي وأتنازل عن ثوابتي وقيمي بدعوى باطلة. أنت حتغير الكون كله يا شيخنا، الشغلة دي من راسة ليه كرعينة كلهم ماشي كده، أنت تود تعمل فيها هنا؟ والله تجوع وتشحت في الشارع ده، مشي أمورك يا أخي، أعصر ليه وأعمل له أي حاجة. وهذه مزعجة، إرادات متشتتة. أما ملاحظة عين الجمع وهي توقظ لاستهانة المجاهدات، وتخلص من رعونة المعارضات، وتفيد مطالعة البدايات. وهنا خالف ابن القيم الهروية لأن لفظه محتمل، توقظ لاستهانة المجاهدات، يعني من كان قلبه مع الله لا يحتاج بعد ذلك لعبادة لأنه وصل. وابن القيم يرى أن هذا المعنى الظاهر إلحاد وزندقة وكفر، فإن العبد هكذا يقول ابن القيم مهما وصل من الطاعات والعبادات هو مفتقر إلى ربه أن يكون عابدا وطائعا، وإنه لا ينزل ويتوقف المؤمن عن الطاعة والعبادة ما دامت روحه في بدنه. ما في حاجة اسمها تقول أنا وصلت. وضرب مثال بالأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم سيدهم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، أنه ما توانى عن عبادة الله ولا فتر لحظة، إنما كان عابدا لله حتى آخر لحظة، وما توقف عن دعاء ولا عن جهاد ولا عن صلاة ولا عن ذكر ولا عن قيام ولا عن قراءة قرآن ولا عن إحسان ولا عن بر. ولكن كعادته حاول ابن القيم رحمه الله أن يلتمس العذر لمن؟ للهروي. يقول: النظر بعين الجمع توقظ القلب للاستهانة بالمجاهدات. الاستهانة بالمجاهدات معناه شنو؟ تقول ما في داعي، خلاص نحن وصلنا، دخلنا نعبد شنو؟ نعبد ديمتين، هذا كفر، أعوذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله: المعنى أن السالك في أول أمره له شره للعبادة ونهم، وتحمله على أنواع المجاهدات وتدفعه نحو المعالي، ولكنه أحيانا إذا وصل إلى درجة الجمع وبكثرة العبادات فإنه استراح ساعة من الساعات، وليس بمعنى أنه استراح بالكلية واستغنى عن عبادة الله، فإنه لا يستغني عن عبادة الله إلا زنديق. فزي يقول لك أنا ما محتاج أعبد، ضلال، هذا ضلال. كما جاءت كثير من الأفكار الباطنية والفرق المنحرفة المنحلة الذين يقولون بأن العابد يمكن أن يعبد الله حتى يصل إلى درجة بعدها لا يحتاج إلى عبادة، نقول لهم: محمد صلى الله عليه وسلم أوصلها أو لم يصلها؟ وصل أعلى الدرجات وأرفعها، وصل سدرة المنتهى، وجاء من سدرة المنتهى بالشرائع والتكاليف، صح؟ جاء من سدرة المنتهى بخمس صلوات، وأول من أقامها هو عليه الصلاة والسلام، ما قالوا أنا جيت من هناك، الصلاة الخمسة دي صلوا أنتوا، أنا بغني في البيت،
يطلع ويصلي بهم ويخطب الجمعة ويقول وما أنتما بأقوى مني في الجهاد، ما أنتما بأقوى مني على المشي، ولستما بأحرص مني على الأجر، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه صلى الله عليه وسلم. طيب قال ابن القيم بعضهم يقول لك لا تسيب وردك ولو ردك، يعني عندك أوراد ما تخليها، حتى لو تكفر ما تخليها، حتى لو ترجع مرتد ما تخليها، ده كلام باطل. قال ابن القيم وهؤلاء بين كافر وناقص. قال فمن لم يرى القيام بالفرائض فهو كافر منسلخ من الدين. زول تقول له الصلاة الخمسة يقول لك ما في، الصوم يقول لك يصوم غيرنا، الحج يقول لك في شنو، ده كافر مرتد خارج منسلخ عن الدين. طائفة أخرى قال ابن القيم لا تعبأ بالجمعية ولا بالروحانيات ولعلها لا تعرف ما مسماها ولا حقيقتها. قال وطريقة الأقوياء أهل الاستقامة القيام بالجمعية في التفرق ما أمكن. هم بيعتبروا العبادات تفرق، صلة الرحم تفرق، يقول لك اتصل الناس قال لي بعبد ربك. ابن القيم يرى أن صلة الرحم عبودية، تعليم الجاهل عبودية، إرشاد الضال عبودية، إغاثة الملهوف عبودية. ليست العبودية أن تغلق نفسك في غرفة وتكون مندمج ومغمض عينك وانت مسبح ومستشعر هذه العظمة. قد تكون العبودية التي يفعلها المعلم والمجاهد للأعداء والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وإن ضعفت بعض روحانياته قد يكون أقرب إلى الله منك. وابن القيم يرى أنه يمكن أن تكون واصل الرحم وأنت مستشعر لعظمة ربك وأنك طائع له سبحانه وتعالى. طيب قال كلام رفيع جدا، يا سلام اسمع هذا الكلام. قال الزول ينقطع للذكر والعبادة الخاصة ولا يكون موجود في الحياة، أن يجعلوا الحياة كلها محراب للدين، أن يجعلوا الحياة محرابا للدين. يجي في الجامع يصلي، وفي السوق يتحرى الحلال والحرام، وفي المكتب يكون نزيه، يجيبوا له العطاءات، ادي الزول اللي بيستحق العطاء ولو ما عنده معه مصلحة، يمشي الأمور، يكون عفيف، يحكم بالعدل، يقوم بمهنته كاملا، يكون بذلك قد جعل الحياة محرابا لعبودية الله. أما أن تكون عابدا في محاريب المساجد وضالا في الأسواق وكذابا ومفتر في حرفك وفي مهنتك، غير دقيق في معاملاتك، كيف تكون مسلما؟ طيب أقول أحبة الكرام، هنا يقول ابن القيم الجمعية والعبودية الخاصة إذا تعارضت مع الفرائض اتركها بغير تردد. مثلا قاعد تسبح أو بتقرأ القرآن وقت الصلاة، ما تقول النتيم وردي تيصلي، تقول لكن منقطع، أنا كنت مندمج، تعال اندمج هنا، تعال اندمج في الجامع. يقول لك لكن أنا كان جيت ولاقون الناس يسلموا علي بشتتوا الفراسي اللي شتتوها. قال أما إذا كانت الجمعية نوافل والعبوديات التي ستقوم بها أيضا نوافل، قال فتنظر إلى أرجح العبودي، أرجح الأمرين مصلحة. فمثلا قال هنالك أمور لا يمكن أن تقارنها بالمكث في البيت للأوراد، مثل الدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع وقيام وسط الليل والذكر أول الليل وآخره ونفل الجهاد والإحسان إلى المضطر وإغاثة الملهوف، هذه مصلحتها أفضل من مصلحة الجمعية. أما فرض الجهاد لا مقارنة بينه وبين الجمعية. يعني واحد قاعد في خلوة بذكر الله ومندمج، والعدو جاء، إذا لم تخرج لملاقات العدو مجاهدا لكنت آثما على قراءتك القرآن أو آثما في قراءتك للقرآن، لأن العبودية هنا هي شنو؟ هي الجهاد في سبيل الله. قال أما إذا كانت المصلحة دون مصلحة الجمعية كزيارة إخوان أو عيادة مرضى أو زيارة القدس أو ضيافة الإخوان، فهنا تفصيل، إذا قويت جمعيتها فظهر أثرها عليك ففعل، وإذا لم تقوى فاتركها. لكن ابن القيم يعطي قاعدة في هذا، يقول إيثار أحب الأمرين إلى الله وليس إلى النفس. طيب يقول ابن القيم الصادق في طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظ نفسه، وهذا كلام تحدثنا عنه كثيرا. طيب يقول أما إذا ترددت، يا ربي أعمل دي ولا أعمل دي، أنا دار أعرف اللي أقرب إلى الله، وترددت ولد التردد حالة شريفة فاضلة
لو فعلت أي الأمرين وإن كان مفضولا فإن الله يعطيك على حسب نيتك، لإذا رأى منك ترددا صادقا. ده كلام رفيع شديد. طيب ابن القيم يقول: أكمل السير إلى الله أن تسير إلى الله بقلبك وروحك وبجسمك وبدنك. فينا ده يصلوا وما عند الروحانيات، بيدعوا إلى الله ما عند الروحانيات، ديل فيهم ضعف ونقص. في ناس عندهم الروحانيات لكن فيهم خلل في جوانب، هذا أيضا نقص. المهم النقطة الثانية، قال: وتخلص من رعونة المعارضات. من جمع بقلبه هذه الروحانية العالية واستشعر معية الله دائما تخلص من رعونة المعارضات، معارضة أمر الله القدري. جات مصيبة بقول الله ليه قاصدني أنا بس يعني، والمصائب كلها واقع علينا، يقول الحمد لله. وكذلك أمر الله الشرعي لا يعارضه، وأمر الله الشرعي يعارض بشيئين، يعارض الأمر بالشهوة والخبر بالشبهة. يعني ربنا عنده أوامر، أعمل ما تعمل أعمل، داري يعمل لكن ما قادر للشهوات، أو تجيو أخبار من الله ما تقع له في الراس وتجيو شبهات، تقول له معقول الكلام اللي يحصل؟ معقول إبراهيم يرموه في النار ويجي مالك سالم؟ هذا الكهف 300 سنة ينوموا في وتسعة سنة ينوموا جوا الكهف وجوا مارقين؟ دي الناس ملاحدة، ناس ضالين وهكذا. طيب النقطة الأخيرة، قال: وتفيد مطالعة البدايات. والبدايات يرجح ابن القيم الإنسان في بداية أيام التوبة يكون على نشاط وروحانية عالية، يفقد هذه الروحانية كلما سار في الطريق. يعني قال مرة أبو بكر الصديق على رجل يقرأ القرآن ويبكي، فماذا قال؟ يا سلام الصحابة دي العلماء، قال: هكذا كنا حتى قست قلوبنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجد شاب يقرأ القرآن ويبكي، قال: هكذا كنا حتى قست شنو؟ حتى قست قلوبنا. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فالزموها بالفرائض. عشان كده يقول ابن القيم: ما من سالك في الطريق إلا ويتخلل في أثناء سيره فترات فتور. قال: والموفق من كان مسددا عند الفتور فلم يخرجه عن فرض ولم يدخله في محرم. لما يحصل لك فتور أقع الفرائض ما تلعب فيها، والكبائر أبعد منها، بعد ذاك الباقي ده ربنا بيغفر لك. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة اللحظ، والمنزلة القادمة هي منزلة الوقت. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين.